على صدرك ربي تمسح لي كل دموع. يا ابن اطمن يا ابن اطمن اوعى انا يا زرع الحراب انا يا زرع الحراب. اللي منظم الوقفة هنا هم جهتين حركات القطية، اتحاد شباب ماسبيرو زي ما معودكم كل مرة، وحركة الأقباط الأحرار فقط لا غير. للأسف كان معانا مجموعة أقباط بلا قيود، بس للأسف هم فضلوا يكتفوا بالوقفة بتاعتهم في دار القضاء وما كملوش معانا. فاحنا مكملين معاكم وانتم اللي هتكرروا كل حاجة. عايز ساكت ليه؟ اللي ساكت ساكت ليه؟ اللي ساكت ساكت ليه؟ اللي ساكت ساكت ليه؟ هو خايف ولا ايه؟ هو خايف ولا ايه؟ الامن المركزي هنجب فيهم، مش هنرفع الموت هنجب فيهم. خلينا نبدا، لان اصعب اسمعني يا حبيبي لو سمحت. الامن المركزي طب اسمعني اسمعني بس اسمعني. ابونا متياس فين؟ طب روح ابونا متياس وخليه يروح هناك. هو هناك. طب كويس. بس انا بتكلم ان هما بيقول لك ما تنساش الجامعه عشان هما بيصلوا. معلش. المكان يا جماعه المكان امن جدا، عايزكم تطمنوا. مش عايز حد يقول لكم ده في كذا جاي من هنا وفي كذا جاي من هنا. المكان هنا امن جدا. طبعا انتوا سمعتوا وشفتوا كل الاحداث بتاعت الكنيسة، واللي منكم شاف قناة الطريق امبارح سمع بالمستندات الكذب والتدليس. فالامور مش محتاجة ان احنا نشرح لكم. الوقفة دي بيقابلها ثلاث او اربع وقفات في محافظة اسوان، في اعتصام موجود من امبارح، وفي محافظة المنيا، وفي محافظة اسكندرية، وهنا كل دي حركات قبطية وسوهاج وطمة، كل دي حركات القبطية مرتبة الوقفات دي. عايزكم تطمئنوا، المكان آمن. اسمعني بس، مش وقته دلوقتي، احنا قاعدين مع بعض كذا يوم او يمكن كذا شهر، ما تتعبنيش. احنا هنخلص الكلام في اول وقفة. ده في كلام كتير قوي. ده فيه وفيه وفيه يا ابني انت بعد دلوقتي هتيجي عدد من البطاطين، هتيجي كمية من البطاطين، وهينشأ كانتين لأي حد يحب يأكل أو أي حد يحب يشرب، وإحنا في خدمتكم. الأباء الكهنة اللي موجودين هنا ما لهمش علاقة على الإطلاق لا بخروجكم ولا برجوعكم، يعني لا احنا هنقرر رجوعكم ولا احنا قررنا خروجكم. انتوا اللي هتقرروا، الشباب اللي هيقرر، واحنا احنا موجودين بس لخدمتكم علشان نرتب اكلكم وشربكم وحياتكم لغايه ما نشوف المكان اللي هناك. مش عايز كل ما حد يجري في حته الناس تجري وراه. نمرة اتنين، مش عايز احتكاك مع حد، لا من الشرطة ولا من الجيش. خلينا ناس فاهمين، خلينا ناس فاهمين، واحنا مناضلين فاهمين بنعمل ايه. لو جرجرونا لأي عنف احنا واقفين، واحنا تبع مدرسة النضال اللا عنفي، احنا ملناش في العنف. احنا نقف ونطالب بحقنا، والوقفة دي مؤثرة جدا جدا جدا. عايز اقول لكم ان من الصبح في اتصالات، ومن الصبح مصدعين دماغنا عايزيننا نروح، بس احنا مش هنروح لسبب بسيط، ان احنا ملناش علاقة بالوقفة ولا لينا علاقة باي ترتيب. فمن فضلكم بلاش نتجاوب مع اي انفعال. خلينا واقفين نهتف، لان الحقيقة التالتة ايه؟
نفسك انت صاحبك جواك. عشان الناس بتقول ان كل مرة ابونا هو اللي بياخد القرار، المرة دي كل الناس هي اللي هتاخد القرار، نقعد ولا نمشي. اتحاد شباب مسفيرو وحركة الاباط احرار في خدمة كل الناس.